والفقير هو داك اللي كتلقاه كيخسر راس الشهر، كتلقاه كيتسالى، كتلقاه كيتخلص 10000 درهم، انا بلا ما ندوي على اللي 3000 درهم 3500 درهم 4000، كتلقاه كيتخلص 10000 درهم كيمشي كيبغي يعيش على قد 10000 درهم. علاش؟ حيت هو عنده في عقله بلي ديك 10000 درهم راه هي الفلوس، راه هي الغني. واش فهمتي؟ عنده 10000 الناس راه كتلعب في مليون دولار في الشهر، 100000 دولار في الشهر، 50000 دولار، هو عنده ديك مليون، راه ديك هو الغنى. شنو كيمشي يدير؟ كيقول لك انا ما يمكنش كنتخلص مليون في الشهر وكنتمشى على رجلي، غنمشي نشري طوموبيل. كيمشي ياخذ لك طوموبيل كريدي اولا كيشريها كاع بدوك الفلوس، هو ما فراس مال والو، ما كيديرش الاداره الماليه حتى للطوموبيل اللي شرا، شحال يخلص عليها، شحال كذا. كيجي عاوتاني غنمشي نشري دار، ما يمكنش انايا موظف كنتخلص مليون اولا جوج المليون ونسكن في حي في حي في حي هذا، وكنشري الجولد السبايك، جولد جولد، كنشري جولد حبه السبايك. دابا المشكل اللي واقع اخي يونس، كلشي عارف المجالات اللي فيهم فلوس، ولكن راه بقات في الالتزام والخدمه الخدمه الخدمه، وانك تبقى اكثر من 12 ساعه في اليوم امام البيسي. اكزاكتلي ما بقاتش في المجالات، كلشي عارف المجالات. المشكل ديال الناس، انا كنتمنى 42 ما بغيتهاش تبقى هي اللي كتفرج في اللايف من بعد، بغيت هي تمشي تخدم، بغيت واحد اخرين يجيو يتفرجوا في اللايف من بعد. نتوما صافي بغيت الناس تمشي تحرك. علاش؟ انا نعطيك المشكل اللي كيبقى، كتبقى جالس كتبقى تعيا تفرج في لي فيديو ديال الناس ناجحه، كتشوف الناس اللي ناجحه، كتبقى غير تابع الناس اللي ناجحه، ما كدير حتى بزاف حياتك من غير انك كتشوف الناس اللي ناجحه. انت راه كتشوف الناس اللي ناجحه وما كيزدادوا نجاح وانت كتبقى في بلاصتك، يعني راه ماشي انك تفرج في فيديو كيموتيفي، او لانك تمشي تعرف دوره، او لانك تعرف المجال اللي فيه الفلوس وتمشي تلاح ليه، راه كاع المجالات فيهم الفلوس. المشكل هو انك خصك تلتزم، تنوض تخدم، تنوض تخدم، وما تكون عندك حتى شي حاجه مهمه في الحياه من غير الخدمه. ولا حط الحوايج المهمه حطهم كموتيفاسيون، الوالدين الا كنتي مزوج ولا ما كنتيش، المهم شنو، حط الوالدين، حط الوالدين بالدرجه الاولى، انهم الوالدين خصني نصوفي والدي، خصني نصوفي والدي، خصني نجي واحد النهار يقولوا علي عذبت والدي معايا في الصغر، خصني يجي واحد النهار نصوفيهم معايا، حطهم كموتيفاسيون. فما يقول لك عقلك حازل انا اقول لا هذا 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 راه ما يمكنش، تفكر راسك وانت تفكر راسك وانت طايح. لكن راه بقات في الالتزام، بقات في الالتزام، بقات في الالتزام والخدمه والمايند سيت. خص الناس دابا المشكله ديال هاد الناس، هاد عباد الله اللي كيقول لك المايند سيت اش غندير، راه المايند سيت راه هي كلشي الدراري، راه المايند سيت زائد الخدمه. انا نعطيك قانون الجذب، قانون الجذب، الا ما نتيش تحركتي ليه ما غيتحققش. راه المايند سيت الا ما نتيش خدمتي ليه ما غتحققش، والخدمه بلا مايند سيت راه ما غادير شي حاجه. الخدمه بلا عقليه والو. كنقول الاداره الماليه، وكنت غنهضر على الدراري. دابا الدراري المايند سيت، عوض ما تجي تسولني تقول لي اخويا يونس شنو ندير، واش الايكوميرس، باش نبدا واش الايكوميرس ولا كذا ولا هذا، بدا بالمايند سيت ديالك، بدا انا عاودت لك الغلط ديالي. انا في الاول ملي كنت كندير الادسنس، دوك الفلوس اللي كانوا كيدخلوني كون مشيت انفيستيتهم في راسي في المايند سيت ديالي، ما كنتش غادي نكون حمار يعني، مع كامل احتراماتي، ومشي نتلاح لواحد الدومين اخر يعني. كون مثلا، ولكن شوف هاد كون 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 خايبه، غير كنعطيكم غير مثال براسي، اما راه انا هادشي كنقول بلي داكشي اللي طرا ليا راه هو انا اليوم. تخيل معايا كون ما جانيش اي باي في الطريق، تخيل معايا كون ما خسرتش ديك 50 كا، تخيل معايا كون ضربت 120 كا مثلا وشريت بارطمون طوموبيل وتكيت مع راسي وبقيت مريح، ما كنتش غنوصل لهادشي اللي فيه انا دابا. وهادشي اللي فيه انا دابا ان شاء الله غيديني شي حوايج من هنا لقدام. انا كنقول راه ماشي شي حاجه دابا، يعني ما تخيلنيش راني انا هو البوس، راه انا ما والو، راه يلاه بديت، يلاه قلت بسم الله، يلاه كنتقاتل في اي لحظه نقدرت انا، الله يستر يعني، يلاه بديت. وهاد الهضره اللي كنقول لكم راه كنقولها لراسي حتى انايا، حيت حنا راه ماشي ملائكه، حنا كنغلطوا بعض المرات، كنصرفوا شويه ديال بزاف ديال الحوايج، فهمتي؟ ما عنديش، كنت كنقول قبل ما تسولني على 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 واش نبدا الايكوميرس اولا، نوقف الدراري لي كومونتير باش مابقاوش يطلعوا بزاف كيدوخوني، ما كنقدرش نهضر بزاف ملي كيدوخوني. قلت لك في بلاصه ما تجي تسولني واش نبدا الادسنس الايكوميرس، واش نفتح محل في القيصريه، واش نفتح هادينا، سولني على المايند سيت شنو غندير، شنو نقدر نقرا باش نقول لك انا سير قرا هادي. انا متاكد الا مشيتي قريتي مثلا الكتاب، غير مثلا الكتاب اللي معروف اللي داير بوم، ريتش داد بور داد، ديال الاب الغني والاب الفقير، غير داك الكتاب اللي تمعنتي وريحتي وقريتي، غتولي يديك الكتاب اخر، غيديك الكتاب اخر بلا ما تحتاج تجي تبقى تسولني انا، غتولي تعرف. يعني في بلاصه ما تقول لي هذا، قول لي يونس كيفاش ندير نخدم المايند سيت ديالي، كيفاش نتريني المايند سيت ديالي، كيفاش نحاول نبدل المايند سيت ديالي، حيت المايند سيت هي اللي عندها العلاقه كامله. وبزاف الناس كيسمعوا كيطيحوا، كنعاودها وكنقولها، كيسمعوا المايند سيت وكيقولوا انا كنقرا، شوف انا من النوع اللي كنهبط كنبقى نقرا لي كومونتير، كنبقى نشوف، كنشوف العقليه ديال الناس، كن والله كناخذ ساعه بعد المرات في السيمانه ولا ساعه في الشهر، كن تيخصك ضروري تخرج
تولي سلبي شويه وترجع عاوتاني باش توحش الايجابيه، كتولي سلبي باش توحش الايجابيه. بحال كنت كنتريني سيمانه كندير واحد النهار ديال الشيت ميل، كنخسر كندير ريجيم سيمانه وكندير واحد النهار كنخسر فيه الماكله باش كنرجع عاوتاني يكمل لي الريجيم مزيان. بحال هكا كنمشي كنبقى نقرا لي كومونتير كنشوف الناس شنو تيقولوا. وانا من هنا اكتشفت المشاكل اللي كنعاود لكم دابا، لقيت باللي حتى انا كنت بحال هكاك، وقهرتونا بالهضره وكتعطيونا غير الهضره وقهرتونا. وصراحه هاد الهضره كيفاش المايند سيت، وبعدا هاد فلان هذا راه كيورينا نتوما عاطينا غير المايند سيت المايند سيت المايند سيت. كيفاش المايند سيت؟ مع العلم ان المايند سيت راه نعطيك المايند سيت وما نعطيكش نقول لك اجي هك هك الايكوميرس هك فين تشري وفين تبيع. يعني كما كنقول لك المايند سيت مهمه بزاف، هي اللي غتخليك تعرف شنو باغي دير، هي اللي غتخليك تعرف تقرر، هي اللي غتخليك تاخذ بعض الاحتياطات. انا ملي كنجي كنعاود لك فلان علاش نطرى لي في 2015 2016، راه ماشي كنقول لك سير انت باش يطرى لك داكشي، راه كنقول لك رد البال. علاش الناس دابا كتكتب كتب وكتبيعهم؟ علاش الناس كدير كتاب؟ علاش الناس ملي كتكبر كدير كتاب وكتجي انت كتقرا كتاب ديال واحد ناجح؟ علاش كدير لك داك الكتاب؟ باش انت ما تجيش حيت الا جا كل واحد يقرا داك الكتاب ويقول اه هو تا هو داز من هنا تا انا غنمشي ندوز منه. لا، الا كنتي انت تمشي تدوز منه دونك داك الكتاب ما عنده معنى. واش فهمتي كيفاش ولا ما فهمتيش؟ الا كنت انا غنمشي ندوز من داك الطريق مثلا، هذا دار واحد الغلط هنا وقال لك راه شنو غلط شنو غلط شنو غلط، ومشيت انا نعاود ندير الغلط واخونا راه دار، علاش انا ما نديرهاش انا نديرها راه باش نمشي صحيح؟ لا، هو دير لك داك الكتاب باش تكمل انت البشريه، انت زيد طلع دير شي حوايج اخرين وخلي لولدك شي حوايج، ما خلي للمجتمع شي حوايج وعلمو من الحوايج الاغلاط اللي درتي باش حتى هو غيجي غيتعلم من الاغلاط اللي قبل منك ومنك وغيكمل ما غيرجعش اللي قبل منك. حيت الا جا كل واحد يرجع لهذاك اللي قبل يعاود نفس الاغلاط راه غنبقاو في العصر الجاهليه، راه كل واحد يبقى يجي يعاود نفس الشيء نفس الاغلاط. هادشي علاش خصك تبقى تستافد من الاغلاط ديال الناس، تستافد من الكشوبه. ملي قلت لك انا الدراري كنقول لهم بعدو من الليغال ما تخدموش الليغال، علاش؟ باش ما تدمروش. راه بامكانك انك تدخل تخدم وتدبر على راسك دابا، ولكن باش ما تدمرش من بعد. كنقول لك بني بيزنس، الحوايج اللي تعلمت منهم انايا، انا كنت كنخدم غير قانوني وكنت كنخدم مبرهش بزاف ومبرهش كندوي على مبرهش وشويه ذكي، راه كان هذاك الذكاء بزاف خرج عليا. كنمشي فتح حساب كومونتي لراسك شري من عند راسك باش يطلع لك الحساب، يعني شي قوالب اللي ما نعرف شنو باش انك تبيع، يعني شي حوايج اللي مبرهشين شويه مبرهشين. وداك التبرهيش كنقول لكم انا حيدوه، علاش؟ حيت تدمروا ولو ديروا به الفلوس ما غتعرفوش شنو ديروا بالفلوس نتوما ما عندكمش العقليه ديالهم. دونك قبل ما يدخلوك الفلوس دير لهم العقليه ديالهم باش انك تعرف كيفاش تتصرف بهم، حيت راه اللي كيشد الفلوس وكيمشي كيلوحهم في واحد القنت كيخسرهم، راه عمرك ما تقدرش مازال تعاود ترجع. اللي كيشدهم كيخسرهم في الخوا الخاوي ما تعاودش ترجع تجيبهم، ماشي بحال اللي كيشدهم وكيخسرهم على البيزنس. كيخسرهم، اللي كنقول كيخسرهم كيخسر كيخسر صافي. انا بديت مثلا الايكوميرس، بديت هذا البروجي ديالي، روجت في الفيسبوك ادس مثلا ما جات لي حتى مبيعه، مشات لي فيها 2000 دولار 3000 دولار 10000 دولار ما جات لي حتى مبيعه. واش خسرت دوك الفلوس يعني مشاو هباء منثورش ما نقدرش نرجع؟ لا، غادي نجي عاوتاني غادي اصلا انا قبل ما نجي تكون عندي المايند سيت ديال الفلوس، قبل ما نجي نخسر 10000 دولار نشوف انا شحال عندي. عندي 10000 دولار غنانفيستي 10% 20% مثلا، انفيستي 2 مليون نخسرها نتيستي بها نشوف ما جات لي حتى مبيعه، راه غنقلب غنتعلم من ديك 2 المليون من ديك 2 المليون اللي خسرت غنقلب الاستراتيجي اخرى. ما جات لي حتى مبيعه غنقلب وانا كنتعلم وانا كنديفلوبا. الناس اللي كتقول لي باغا نتعلم فيسبوك ادز، ديفلوبي راسك تعلم، حاول تخسر شويه الفلوس، شد انت غير 200 درهم وحاول تخسرها، حاول تعلم تقرا تعرف. راه فيسبوك ادز ماشي شي حاجه اللي خياليه، كيقول لك دوي لي على فيسبوك فيسبوك ادز، راه العالم داوي على فيسبوك ادز، راه العالم داوي عليه، راه ماشي شي حاجه اللي ما نعرف شنو. فيسبوك ادز هو في داك الاستراتيجي، تعلم كيفاش تصايب هذاك، تعلم كيفاش تكتب وتروج، تعلم فاش تروج كيفاش تسكيلي وبزاف ديال فهمتوا الاخوان. يعني الواحد خصو يخدم على المايند سيت ديالو هي الاولى، عاد يفكر كيفاش يدير الفلوس كيفاش يدير كذا وكيفاش يدير كذا. وبالنسبه للاداره الماليه كما كنقول الاداره الماليه خصك، بالنسبه للاداره الماليه الاداره الماليه هاد لي كومونتير هادو يا الهي. بالنسبه للاداره الماليه الاداره الماليه كما قلت لكم كما قلت لك خصك دير المدخول ديالك تعرفوا فين كيمشي، تعرف المدخول ديالك فين كيمشي، تعرف الفلوس فين غاديها. كاين بعض الناس كيقول لك والبخيل والبخل، وانت كتدخل 10 المليون وكتخسر منها غير مليون، هذا البخل. انا خسر 10% من المدخول ديالي، 10% اللي غناكل اللي غنعيش بها. البخيل شكون هو البخيل؟ باش نشرحوا هذه المعلومه مزيان، البخيل هو هذاك اللي كيدخل العاقه وكيخبيها تحت المخده وكينعس عليها ومخلي دارو ووالديه والناس وكلشي جيعان، هو راه متكع على العاقه. وكاين ناس مرض ما كيقدرش يدور معاه الدواء، كاين ناس عائلته طايحه ما كيقدرش يخسر على الفلوس، هذا هو البخيل. البخل والبخل نعله، يعني اللعنه على البخل. البخل ماشي شي حاجه اللي زوينه، البخل خايب بزاف،
هذا هو البخيل، كيدير العاقه بزاف، كيخبيها تحت المخده ولا تحت الناموسيه، وكيمشي كي كي ما كي ما كيدير، كيخلي ولادهم يمشيو بالجوع، هو غادي كي 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 كيجمع في الفلوس، يعني كيجمع راه ما شديهاش معاك، الفلوس اش خليها هنايا، فهمتي كيفاش؟ هذا هو البخيل. ولكن الغني شنو هو اللي كيدخلوا، مثلا دخلني واحد قدا وقدا، كندير الاداره الماليه ديالي 10% غنمشي غناكل بها، غنمشي 10% غناكل بها، 10% الثانيه غنمشي نخليها لي ريسك، هادي تندوي ملي كيدخلوك واحد المبالغ 10% ثانيه غنمشي نخليها لي ريسك. لي ريسك بحال اش نبقى نريسكي فيهم، مثلا بغيت نشري اسهم، بغيت ندخل على شي بروجي انفيستي فيهم، كتبقى لي واحد 60% كنديها المدد الامن، يا اما كنامن، يا اما كنشري الجولد السبايك، جولد كنشري جولد حبه السبايك، يا اما المدادات الامنه، يا اما كنمشي انفيستيها في العقار. ونسيت واحد المعلومه ما قلتهاش، هي 10% واحده اخرى كنديرها كنفيستي على البروجي ديالي، ولا كاع الا قدرتي انك تانفيستي حتى 50% على البروجي ديالك، انفيستي يعني البلاصه منين جبتي الفلوس زيد انفيستي عليها، ما عليناش. قلت لك وكتبقى الباقي كيبقى لك تمشي كتحطو في العقار، ما قدرتيش تحطو في العقار، كتجمع. انا كنجمع ماشي باخيل حيت كنخبي الفلوس، لا كنخبي، عندي واحد الهدف، مثلا كتدخلني 10 ديال المليون في الشهر، نحيد لنا جوج المليون اولا مليون قاده اني نعيش بها، علاش غادي نمشي انا لكثر، مليون قاده اني نعيش بها، نشد مليون مثلا غنمشي نحطها في لي ريسك، كما قلت لكم اللي بغى يشري اسهم، يبغى يشري كذا، اللي بغى كل واحد يحطها في لي ريسك ديالو، غنشد مثلا الا بغيت كاع نمتع راسي غنشد ثاني واحد 5% غنمتع بها راسي، يعني فوق من ديك العيشه غنزيد نمتع راسي، فهمتي؟ غنشد مثلا واحد 6 ديال المليون، العقار داير مثلا باغي نشري شي ابارتمون ولا شي دار ولا شي ارض دايره ب 60 مليون، وانا عندي غير 6 المليون، 6 المليون غنحطها في واحد القنت، ولا 5 المليون غنحطها في واحد القنت، غنخبيها، ماشي حيت نخبيها ونعس عليها، لا غادي نخبيها، غنخليها هدف انني غنكبرها، وغادي نمشي غنشري بها داك العقار وغنحطها في داك المدد الامين باش يجيبوا لي فلوس اخرى، فهمتي كيفاش؟ هذه هي الاداره الماليه، انك الفلوس كدير ليها فين تمشي. معني قلت لك هذا هو الغني، هذه هي عقليه الغني، كيفكر كيفاش كيعرف كيفاش يستثمر فلوسه، كيعرف كيفاش يدير الفلوس ديالو، الاداره الماليه كيعرف كيفاش يروج الفلوس ديالو. والفقير هو هذاك اللي كتلقاه كيخسر راس الشهر، كتلقاه كيتسال، كتلقاه كيتخلص 10000 درهم، انا بلا ما ندوي على ديال 3000 درهم 3500 درهم 4000، كتلقاه كيتخلص 10000 درهم، كيمشي كيبغي يعيش على قد 10000 درهم، علاش؟ حيت هو عنده في عقله بلي ديك 10000 درهم راه هي الفلوس، راه هي الغني، واش فهمتي؟ عنده 10000 الناس راه كتلعب في مليون دولار في الشهر، 100000 دولار في الشهر، 50000 دولار، هو عنده ديك مليون، راه ديك هو الغنى. شنو كيمشي يدير؟ كيقول لك انا ما يمكنش كنتخلص مليون في الشهر وكنتمشى على رجلي، غنمشي نشري طوموبيل، كيمشي ياخد لك طوموبيل كريدي، اولا كيشريها كاع بدوك الفلوس، هو ما فراس مال والو، ما كيديرش الاداره الماليه حتى للطوموبيل اللي شرا، شحال يخلص عليها، شحال كذا، كيجي عاوتاني غنمشي نشري دار، ما يمكنش انايا موظف كنتخلص مليون اولا جوج المليون ونسكن في حي في حي في حي هذا ونشري بارتمان ب 40، نمشي نشري بارتمان ب 80 مليون، او انت عندك 40 علاش تشري ب 80؟ انا ناخذ الكريدي باش نشري انا ب 80، كيمشي شي ياخذ كريدي على بالو بلي صافي، عندهم الناس اللي خدامين سالاري عندهم الكريدي صافي راه مضمون، راه غيبقاو عايشين وكيخلصوا في دوك الفلوس، كيضرب الحساب اللي كنت كنضربو انا في 2016 2017 ديال كنتخلص 5000 دولار في الشهر، كتدخلني 5000 العامين، صافي عامين ندير بارتمان وغادي ندير الدار، بحال هاد الحسابات هادو اللي كيضربوا، هاد الحسابات هادو ديال الفقراء، ديال عقليه الفقراء، ديال غادي نتمتع، عندهم المتعه، عندهم المتعه، داكشي اللي كيروجوا ليك هذاك هو المتعه عندهم، ديال انني غنشري طوموبيل، غنشري مكانه غاليه، غنشري هادي، وللاسف كيبقى مغرق راسو كامل في الديون، وعندي ناس ماشي صحابي، المهم ناس كنعرفهم دايرين بحال هكا، كتلقى شاري طوموبيل، شاري كذا، شاري هذا، وملي كيجي كيجلس معاك تيقول لي وانتوما مالك اصاحبي باخيل ما كتخسرش، شوف ملي كنريح معاه كنلقاه مسكين باللي راه مقهور تيشرح لي بحال كتقول لي دابا الناس راه تشوفني كيسحب لها واش انا شي حاجه، وانا راه ربي اللي عالم بيا، قال لي راه عائلتي كيسحبها انا غني، وكنضطر انني نعطي لعائلتي حيت كيسحب لهم انا عندي فلوس، وانا راه غير مليون في الشهر وكنتشنق بعض المرات كناخذ من البنكه باش انني نصرف. هذا هو عقليه الفقير، هذاك اللي كتلقاه كيخسر اكثر من اللي كيدخل. وكي داير؟ بخير اخويا، اللهم لك الحمد. اما احسن مقاول ذاتي او تبني شركه؟ مقاول ذاتي اخويا، مقاول ذاتي من البداية، يعني انت زيرو ما عندك والو وباغي تبدا واحد المقاوله، مقاول ذاتي مزيان، وانا كنشجع الناس على المقاوله الذاتيه، علاش؟ ماشي حيت زعما هذا ولا لا، مقاول ذاتي كتعلم تحمل المسؤوليه، كتعلم عندي ضرائب،
عندي هادي، عندي هادي نخلصها، عندي كذا، ولكن تكون مسؤول. ما كنقصدش مقاول داتي نمشي ونحل ندير مقاولة ديالي وما نتسوقش ونبقى مريح. لا، مقاولة تعلمك تخدم، خصني نخدم باش نزيد نخلص، باش نعطي لهادي، باش نعطي لهادي، باش. وشركة مزيانة، علاش كدير تحتك واحد الناس كيخدموا معاك؟ ناس دوك الناس كتعرف راسك بلي راك مسؤول عليهم، كيزيدوا يموتيفيو اكثر انك خصك تزيد تجيري الامور مزيان باش انك تخلصهم، وباش انك كتحس بالراحة. فهمتي؟ كتحس بالراحة. كما قلت، عقلية ديال المليونير، عقلية ديال المليونير كيجمع باش انفيستي. ملي انا غادي نجمع الفلوس وانفيستي، انا ماشي باخي الا جمعت الفلوس، لا، نجمع غادي انفيستي، غنخدم معايا واحد خمسة ديال النفوس هنا، خمسة ديال الارملات هنا، 10 ديال الارملات هنا، 20 يتيم هنا، غنخدمهم، غنعلمهم يخدموا، غنعلمهم انك اجي تخدم باش انك تاخذ الفلوس، باش انك تطلع، باش انك دير. ماشي غنبقى نجي نعطيك قفة، لا، ماشي هو هذا التطوع مزيان. ولكن الى خدمتك، الى خلقت لك واحد الفرصه ديال الشغل، ماشي خدمتك زعما خدام عندي، الى خلقت لك واحد الفرصه ديال الشغل، هذا راه غينا، هذا راه هادي راه ما يقدرش يديرها واحد اللي ما نعرفش شنو، اللي كيقول لك بخيل ولا هذا الشيء، هذا ما يقدرش يديرو هذاك. فهمتي؟ دونك الى خلقتي فرص الشغل كتحس بواحد الراحه، انت كتحس بالراحه والموتيفاسيون، كتقول انا ما يمكنش، عندي ناس مسؤول عليهم، خصهم يدخلوا المدخول ديالهم، خصني نتقاتل باش يدخلوا المدخول ديالهم. وبيان سور خصك تعرف كيفاش تجيري وتعرف، حيت هادشي هذا راه ما ساهلش بديك الطريقه ديال زعما دير شركه ولا مقاول ذاتي ولا هذا. المهم، مقاول ذاتي مزيانه. اشنو هما لي بلاتفورم ديال الماركتينغ اللي خدامين الدراري؟ راه لي بلاتفورم، انا راه ما دخلتش لي بلاتفورم باش جبت هذا، انا راه قلت لك مشيت تنقلب، مشيت تنقصد شركه، كنقرا على شركه بشركه، شركه بشركه، كنقلب هادي شنو كدير، هادي فاش مختصه، هادي فاش مختصه، كنجيب التقارير، كنعرف كل شركه شنو، كندرسها مزيان، عاد تمشي تنتصل، كان الا بغيتو زعما تعرفوا كيفاش لقيت الشركه الاولى. راه بحال هكا قلت لك، راه في باج فيسبوك تنقلب، تنصيفط في زيميل، عرفتي؟ بحال شي واحد، عرفتي؟ هذاك اللي كي عافاك وغي شوف راه عندي كذا، شوف راه عندي كذا، ما كيجاوبكش مره الاولى، مره ثانيه، مره ثالثه، مره رابعه، كتقلب على التليفون ديالهم، حتى ملي كيشوفوك تابعهم بزاف تيقول هاد السيد راه ما عرفتش شنو عنده.